الاقتصاد قبل الحرب كانت نسبة النمو 7%، وكانت البلد تصعد كالصاروخ، لكن من قال بأن 7% كانت تؤدي لتنمية شاملة؟ هذا غير صحيح. فأنا عندما أسأل عن الوضع الاقتصادي قبل الحرب أقول لا، لم يكن الوضع الاقتصادي جيد كما يفترض البعض. أنا أتحدث من الوضع قبل الحرب. قبل الحرب كان نمو سوريا في أفضل مستوياته قريب 7%، وهي نسبة عالية جدا لبلد إمكانياته محدودة. أنت شخص تافه يريد أن يرى الآخرين تافهين بنفس المستوى، لأنه يشعر بأنه في مكانه الطبيعي، في البيئة الطبيعية. هناك شخص جبان. الوضع الحالي بكل تأكيد غير جيد أو سيء، نكون واضحين، هو وضع سيء، لأن المشكلة الآن بالنسبة للسوريين هي مشكلة معاشية. الطابور الخامس بمفاهيمنا الآن هو ليس بالضرورة عملاء وخونة، لا، هناك مجموعات محبطة، وهي محبطة لأنها تريد أن تحبط الآخرين، لأنها عندما تحبط الآخرين تشعر بأنها في مكان طبيعي. نحن لم نقطع يوما العلاقات مع أي دولة عربية. الدول العربية هي التي قطعت علاقاتها مع سوريا. الجامعة العربية نتيجة ظروفها ونتيجة نظامها الغير واضح هي غالبا ساحة لتصفية الحسابات. فإذا أولا سوريا لا يجوز أن تعود للجامعة العربية وهي عنوان للانقسام، تعود فقط عندما تكون عنوان للتوافق. أن يتحد العرب ربما بدك آلاف سنين. ننتظر آلاف سنين. الحقيقة أن العلاقات العربية منذ تكون عندي الوعي السياسي منذ 4 عقود هي علاقات شكلية، لأنه حب الخطابات والبيانات واللقاءات الشكلية، هذه طبيعة العلاقة، لأن الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي. شرطة تطوير منظومة عملها عبر مراجعة الميثاق والنظام الداخلي وتطوير آلياتها كي تتماشى مع العصر. عودة سوريا هل ستكون شكلية أم غيرها؟ هذا يعتمد على طبيعة العلاقات العربية. هل تغيرت؟ لا أعتقد بأنها تغيرت. فالأحضان عابرة أما الانتماء فدائم، وربما ينتقل الإنسان من حضن لآخر لسبب ما، لكنه لا يغير انتماءه. أنا لا أبالغ ولا أحب المبالغة، هذا عمل بطولي من كل من ساهم، سواء كنت بالجيش بالدفاع المدني أو من المجتمع الأهلي اللي ساهم، أعطيته صورة البسالة. لما الجيش باسل فنحن أثبتنا أنه المواطن السوري باسل. لو ما كان مواطن باسل ما بيكون جيش. نحن نبحث دائما في قلب المشاكل القاسية أو الصورة المظلمة عن نقطة الضوء. العلاقة مع روسيا والعلاقة مع إيران أثبتت أن سوريا تعرف كيف تختار أصدقاء بشكل صحيح. أما بالنسبة لسوريا فالأولوية هي للانسحاب والاستعادة السيادة، كل شيء يخدم استعادة السيادة والانسحاب من الأراضي السورية. فنحن نفترض بأن إذا كان هناك رغبة روسية في توسيع القواعد أو زيادة عددها، وهذا موضوع فني أو لوجستي، إذا كان هناك رغبة فهي في ضمن هذا الإطار، ونعتقد بأن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة. أما الحديث عن أن هناك علاقة سورية إيرانية يجب أن تنقطع، فهذا الموضوع لم يعد مثارا مع سوريا منذ سنوات طويلة. هذه الزيارة ستشكل محطة هامة في مسيرة العلاقات الثنائية لبلدينا وشعبينا، لأنها مبنية على صوابية خياراتنا المقاومة. اعترفنا بهذه المناطق قبل أن تضم إلى روسيا، عندما كان هناك استفتاء وأعلنت الاستقلال فاعترفنا بها، وحتى قبل أن يحصل هذا الاستقلال واستقبلت وفد من الدونباس قبل الحرب بعدة أشهر، فقلت لهم نحن مستعدين للاعتراف بكم من الآن. فقلنا لاحقا، قلت لهم نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا. استغل هذه المناسبة لكي أوجه تحية للجيش العراقي العربي الأصيل ولقوات الحشد الشعبي الذين سطروا أروع الانتصارات بالتعاون مع أشقائهم وأخوتهم في الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. فعندما تنتصر روسيا في هذه الحرب كما يتمنى معظم السوريين، فلا بد أن يكون هناك عالم جديد أكثر أمناً وأمانة. رئيس بوتين وأنا نحن أشخاص واضحين صريحين باللغة الخاصة
وباللغة المعلنة. أنا شخصياً لم يكن لرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيس، لأنه لم يؤمن لي أي منصب لا مدني ولا عسكري لكي أكون خلاله. وعندما تتراكم العلل يمكن للطبيب أن يعالجها فرادى، شرط أن يعالج المرض الأساسي المسبب له، لأنه لا يمكن استعادة حق والمجرم أصبح قاضياً واللص حكماً.